أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة أدوار لكل افتتاح. كل فيديو في هذه السلسلة هيكون فيه أحد الأدوار التطبيقية على افتتاح معين لكي تخدمك في استخدام الافتتاح أو الدفاع المفضل لديك، ألو كنت تريد الدراسة الجادة مع المتعة باستخدام محرك البحث جوجل وتكتب youtube/عصام حمودة، ثم تضغط على رمز القناة وستكون فورا داخلها. انزل لأسفل حتى تجد قسم الافتتاحيات وتختار أفكار افتتاحيات الشطرنج. ستجد فيديو أفكار افتتاحيات الشطرنج مقدمة تمهيدية. هذا الفيديو هام جدا لكي تتعرف على ما هي أفكار افتتاحيات الشطرنج بصفة عامة، وبعد أن تنتهي منه يمكنك المواصلة في رؤية الفيديو. والآن هيا نرى الفيديو. الدفاع الصقلي به كمية كبيرة من التفريعات، ولكن ربما أشهر تفريع هو تفريع نشدورف الذي يشتهر بالنقلة A6 لمنع القطعة البيضاء من الوصول للمربع الحرج B5. وفي هذا الفيديو سنرى بطل العالم سباسكي أمام الجراند ماستر جيلر، وهما يتبادلان الهجوم، وخاصة بعد التبييت المعاكس لكلا من الطرفين في دور مشوق. النقلة الواحدة ربما تغير نتيجة الدور. جيلر بيلاعب بطل العالم بوريس سباسكي سنة 1954 في لينينجراد. يلا نشوف هذا الدور. جيلر بالأبيض ولعب E4 C5 الدفاع الصقلي، نايت F3 D6 D4 CD4 نايت D4 نايت F6 نايت C3 A6 تفريع نشدورف، بيشوب G5 E6 كوين F3 بيشوب E7 كاسل لونج كوين C7، وهنا الأبيض لعب G4. الملك الأبيض موجود في جناح الوزير، ولذلك تحريك أي بيدق من بيدق جناح الملك لا يحتوي على أي مخاطرة. لاحظ لو كان الأبيض مبيت في جناح الملك بيكون أي تحريك لبيدق غطاء الملك بيحتوي على مخاطرة على موقع الملك المبيت. والاسود كمل B5 روك G1 B4 نايت CE2 بيشوب B7 طالب بيلاقي E4 بيشوب تيكس F6 بيشوب تيكس F6 G5 بيشوب D4 نايت D4 نايت D7 كوين E2 نايت C5 بكسف الضغط مرة أخرى على بيلاقي E4، والأبيض لعب بيشوب G2 بيعبق الفيل وبيحمي البيدق. وهنا سباسكي لعب النقلة اللي حولت مجرى الدور بكسل. سباسكي اختار ان يبيت في جناح الملك المضاد لتبييت جيلر في جناح الوزير، رغم ان الجناح ده ممكن يتعرض لهجوم شرس من الابيض، وده معناه ان هيدخل في دور حاد مليء بالهجوم والهجوم المضاد. ولو سباسكي كان عاوز يلعب دور اكثر هدوءا كان بيت في جناح الوزير وابتعد عن جناح الملك المليء بالخطر، لان القرار في مثل هذه اللحظات بيعتمد على عدة عوامل اخرى، او ربما بتعتمد على تكتيكه في المسابقات. فربما كان سباسكي بيحتاج للفوز في هذا الدور علشان يوصل لمركز افضل في المسابقة او يتأهل لمرحلة اخرى من التصفيات، ولذلك لابد له من الفوز، ولذلك بيغامر مغامرة محسوبة وبيلعب دور تكتيكي شرس وبيربط مصير الدور بمقدرته على الهجوم المضاد في الجناح الآخر من الرقعة. وهنا قبل ما نبدأ في تحليل النقلات عاوزين نقول إن الطرفين مبيتين في أجنحة مختلفة، ولذلك بيعتمد الهجوم على تقديم البيادق في كل جناح، لأن تقديم البيادق لا يحتوي على أي مخاطرة لأن الملك مبيت في الجناح الآخر، وربما يكون الطرف الأسرع في الهجوم هو اللي بيكتب له الفوز، وذلك تبعا لمدى موهبته في الهجوم وتمكنه من أدوات التكتيك والتكوينات ذات الحسابات المعقدة
أو ربما اعتمادا على ضعف الخصم في الدفاع. على أي حال جيلر وسباسكي من أفضل اللاعبين الهجوميين في تلك الحقبة من التاريخ. ويلا نتابع نقلتهم في هذا الدور الشيق. جيلر بدأ بالنقلة كينج بي وان، والنقلة دي نقلة مشهورة في التبييض في جناح الوزير، لأن دايما بيبدأ الـ A2 بيكون غير محمي، والنقلة دي دائما بتكون نقلة أمان مفيدة بعد التبييض الطويل. وكذلك الملك الأبيض بيبتعد عن عمود C النصف مفتوح اللي هيتعرض إن عاجلا أو آجلا لهجوم الأسود. وكمل الدور روك FG8 H4. الأبيض بيبدأ بتقديم بيادق جناح الملك، والأسود بيرد بـ A5 وبيبدأ في تقديم بيادق جناح الوزير H5، وهنا الأسود لعب E5. النقلة دي نقلة جيدة رغم انها بتفتح المربع F5 لدخول الحصان الابيض ومشاركته في الهجوم على جناح الملك، لكن الاسود في نفس الوقت بيفتح المربع E6 لحصانه، والحصان من هذا الموقع ممكن يشترك في الدفاع او ممكن يشترك في الهجوم، بينما الحصان الابيض لما بيوصل للمربع F5 بيكون بعيد جدا عن دفاعات الابيض. لكن هذه النقلة لها ميزة اخرى، وهي بعد وصول الحصان للمربع E6 بيصبح العمود C مفتوح امام الوزير للهجوم. وكمل الدور نايت F5 نايت E6 كوين G4. الابيض بينقل قواته لجناح الملك، والاسود بيكمل في خطته ب A4 وبيدفع بيادقه في جناح الوزير، وهنا جيلر كمل بG6. نقلة هجومية ممتازة. لو جيلر ملعبش G6 وحاول ان يكمل بالنقلة H6 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود فورا هيغلق هذا الجناح بالنقلة G6، وفي نفس الوقت هيطرد الحصان المهاجم. ولذلك الابيض لعب G6. يجب الا ننسى ان تقديم البيادق هدفه الرئيسي هو فتح الخطوط امام القطع المهاجمة للاعب، مع اضعاف لموقع الملك المبيت المنافس. وردا على هذه النقلة القوية سباسكي كمل B3، نقلة اخرى في منتهى الروعة، والمنظر اصبح على الرقعة منظر فريد، فكلا الجانبين بيهاجم وبيهاجم بشراسة، ولكن لابد في وقت من الاوقات ان يبدأ احد الطرفين في الدفاع. على اي حال الاسود تهديده قاتل، لانه بيهدد تيك C2 تشيك، ولذلك الابيض كمل C3 A3، والاسود طالب ياخد على المربع E2، لكن جيلر تجاهل هذا التهديد ولعب النقلة القوية روك C1 طالب الوزير. والنقلة دي هي افضل نقلة في هذا الموقف، وهي نقلة هجومية دفاعية. لو الابيض ملعبش الروك C1 وحاول ان يدافع بالنقلة A3 هيخسر فورا بعد كوين C2 تشيك كينج A1، وهنا الاسود هينهي الدور بتضحية الرخ بروك تيكس A3 تشيك، والاسود هيفوز، لان الابيض لو اخد الرخ هيتعرض لكش مات بكوين A2 تشيك ميت. ايضا الابيض لو كمل بA تيكس B3 هتكون نقلة سيئة، لان هنا الاسود هيضحي الرخ فورا بروك تيكس A1 تشيك كينج تيكس A1، وهنا الاسود هيلعب كوين C2، والنقلة القادمة روك E8 تشيك ميت، والاسود هيفوز. اذا النقلة روك C1 هي افضل نقلة في هذا الموقف. على اي حال الاسود كمل ببي تيكس A2 تشيك، والابيض لعب ببساطة كينج A1، والملك الابيض اصبح في امان مؤقتا، وحاليا الرخ طالب الوزير، والاسود رد بكوين D7، وانتقلت دفة الهجوم للابيض اللي كمل بجي تيكس F7 تشيك، والاسود بنفس الطريقة لعب كينج F8، والملك الاسود بنفس الطريقة اصبح في امان مؤقتا وراء البيضة الابيض، زي ما الملك الابيض محصن وراء البيضة الاسود. وده موقف اخر من المواقف النادر رؤيتها في ادوار الشطرنج. على اي حال الابيض كمل بروك GD1 طالب ياخد على المربع E6، لكن النقلة دي نقلة سيئة، وكمل افضل للابيض ان يكمل بالنقلة بيشوب F1، وبيفتح العمود G وبيهدد باخذ بيدق G7، وبكده النقلة دي بتدي فرص هجومية اقوى للابيض، وفي نفس الوقت الفيل ممكن يشترك في الدفاع.
على اي حال الابيض ما لعبش البيشوب اف 1 انما لعب روك جي دي 1، لكن الاسود كمل بالنقله الفنيه روك جي سي 8، نقله هجوميه وفي نفس الوقت دفاعيه، لان الابيض لو اخد على المربع اي 6 الاسود هياخد ببساطه على المربع سي 1 والاسود هيفوز. ولذلك الابيض كمل روك سي 8 تشيك كوين تيك سي 8، وبكده الوزير اصبح مسيطر على العمود سي وبيهدد بالوصول للمربع سي 2 والهجوم المميت على الملك، والابيض اصبح مضطر للدفاع وكمل بكوين جي 3 عشان يراقب مربع بي 3 اللي هيصبح من المربعات المهمه اللي هيتقاتل عليها الابيض والاسود. لو الابيض ما لعبش كوين جي 3 وكمل بالنقله نايت تيكس دي 6 طالب الوزير، الاسود هيتجاهل هذا التهديد وهيلعب ببساطه نايت سي 5 طالب نايت بي 3 تشيك ميت، والابيض مضطر ان يكمل بكوين جي 3 عشان يحمي المربع، لكن هنا الاسود هينهي الدور بالنقله الفذه كوين جي 4 طالب يكسر الوزيرين وتشيك ميت على المربع بي 3، وفي نفس الوقت طالب ياخد الرخ مباشره بتشيك ميت، والابيض ليس امامه غير التسليم. ولذلك الابيض ما يقدرش يلعب نايت تيكس دي 6 انما كمل بكوين جي 3، والاسود امتلك المبادره نهائيا بكوين سي 2 طالب الرخ روك اي 1 كينج تيكس اف 7 نايت تيكس دي 6 تشيك مشوكه للملك والفيل، والاسود لعب ببساطه كينج جي 8. ودلوقتي الابيض لو اخد الفيل هتكون نقله سيئه، لان الاسود هيكمل بنايت دي 4 طالب نايت بي 3 تشيك، والابيض لابد ان يضحي الوزير، والدفاع الوحيد للابيض هو نايت سي 5، لكن هنا الاسود محضر التكوينه الرائعه بكوين بي 1 تشيك، والدفاع الوحيد روك تيكس بي 1، وهنا بتيجي المات الفنيه بالحصان بنايت سي 2. ولذلك الابيض ما يقدرش ياخد الفيل، لكن الابيض كمل ب اتش 6 والنقله دي نقله سيئه، لان الاسود كمل فورا بكوين دي 2 طالب ياخد الرخ بتشيك ميت، والدفاع الوحيد هو اف 4 والوزير بيحمي الرخ، لكن الاسود كمل ببساطه اي تيكس اف 4 طالب الوزير، والوزير ده مستمر في حمايه الرخ، ولذلك لعب كوين سي 3 وطالب ايضا تكسير الوزيرين، لكن الاسود لعب ببساطه كوين تيكس دي 6، والاسود فاز ماديا بقطعه وفي طريقه للفوز، ولذلك الابيض سلم. وقبل ما ننهي هذا الدور عاوزين نسترجع احد النقلات الفنيه اللي هي النقله اي 5، اللي بعتقد انها النقله المفتاح في هذا الدور، لانها بعدت الحصان الابيض عن الدفاع، بينما الحصان الاسود من موقعه على المربع اي 6 اخذ موقع دفاعي ممتاز عن المربع جي 7 اللي كان محور هجوم الابيض، بينما في الوقت الملائم كان عنده الفرصة ان ينتقل للمربع سي 5 او المربع دي 4 ويهدد بالكش القاتلة من مربع بي 3، والتهديد ده هو اللي رجح كفة الاسود في النهاية، بينما الحصان الابيض ما زال معزول في جناح الملك. أرجو أن تكونوا استمتعتم بهذا الدور الشيق اللي بيظهر المتعة والهجوم المتبادل بين الطرفين لما يكون التبييت في أجنحة مختلفة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.